الجانب الثاني المتعلق بكلية الطب والزيادة في أو النقص من عدد السنوات التكوين في كلية الطب، أنا لا أعتقد أن هذا النقص سيكون له أثر على عدد الطلبة الخريجين من هذه الكليات، سيكون فقط في السنة الأولى للتطبيق، بعد ذلك العدد الذي يتخرج كل سنة سيظل هو نفسه. والاستفادة فقط في 20% الإضافية اللي زادوا في عدد. لا، هذيك بغض النظر عن عدد سنوات التكوين، ولكن القول بأن عدد سنوات التكوين عندما نقلصها سنستفيد من عدد الخريجين. استفادة مرة واحدة. سيكون مرة واحدة. بعد ذلك سيظل نفس الخريجين وسنظل في نفس الإشكال. ما دام أنه مجموعة من الوحدات تم يمكن التدريس ديالها الآن عن بعد، شيء طبيعي أن واحد مجموعة من التجارب الدولية مشات في اتجاه التقليص، ولكن لما جينا العملية ديال التنزيل، عملية التنزيل ما الذي تقتضيه حينما يحل نظام محل نظام؟ هو أن النظام كيكون واحد نوع من شوفوشمون كيسميوه التداخل ديال الأنظمة، بحيث أنه النظام القديم يوضع في طور الانقراض والنظام الجديد في طور المأسسة والتنزيل. متتبعينا، مرحبا بكم في هذه اللقاءات التي اخترنا لها عنوان التعليم إلى أين، والتي ننظمها بشراكة مع مؤسسة أماكن لجودة التعليم بمشاركة الأستاذ عبد الناصر ناجي رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، والأستاذ خالد الصمدي وزير سابق وأستاذ التعليم العالي. الموضوع المتعلق بالإصلاح البيداغوجي في قطاع التعليم العالي موضوع كبير ومهم وحظي بنقاشات يعني منذ خلال هاد السنتين. يمكن هاد السنة بدأ تطبيق هاد الإصلاح، كان هناك تعثرات مثلا في القطاع ديال تعليم الطب، ان هناك اضرابات الى حد الان. سؤالي هو يعني ما شنو هي المضامين ديال هذا الاصلاح، وهل فعلا هذا الاصلاح من شأنه النهوض بقطاع التعليم العالي؟ اولا هذا يقتضي اننا نرجعوا شي شويه الى الوراء، خاصه بعد صدور القانون الإطار 51/17. تنذكروا جميع على أنه كان تنظم واحد اللقاء في مراكش، وطبعا احتضنته جامعة القاضي عياض والسيد الوزير كان آنذاك رئيس الجامعة، وكان فيه واحد نقاش وطني كبير جدا حول الإصلاح في بمنظور شمولي، وكان العنوان ديالو الجامعة المتجددة، وكان فيه إشراك ديال الأساتذة والنقابات المعنية وكذلك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لأن التعليم العالي عنده علاقة بالمحيط وسوق الشغل وما إلى ذلك. فكانت واحد المقاربة مفتوحة ومهمة جدا، وتقطعت فيها أشواط كثيرة جدا على مستوى التنزيل فيما سمي آنذاك بمشروع البكالوريوس أو الباشلر. ويمكن لي نقول لك على أنه الأشياء المركزية اللي كانت فيه هو أننا نحاول ما أمكن نشتغلوا على لي سوفت سكيلز أو المهارات الحياتية، خاصة اللغات والرقمنة والجودة البيداغوجية والابتكار، خاصة على مستوى مسالك تكوين وما إلى ذلك. هذا الشيء كله يعني قطعت فيه بلادنا واحد الشوط مهم جدا. أنا ما كنشوفش أن هناك قطيعة ما بين هذا المجهود الذي بوديل وما يتم تنفيذه اليوم على أرض الواقع. رغم أن السيد الوزير اليوم وقف نظام الباشلر يعني في بداية ديالو. لا، هو أعطى واحد المبرر معقول أنا في التقدير ديالي، اللي هو أن هذا الإصلاح هذا اللي تم الاشتغال عليه في ظل الحكومة السابقة لم يؤطر بقانون، يعني ما خرجش بموجب مرسوم. فلما جاء الوزير الحالي وكان جزء طبعا من هذا المشروع كله وولد يعني ولد الميدان كما تنقولوا، هو قال يا ودي انا ما لقيتش امامي شي حاجه التي تلزمني من الناحيه القانونيه. هذا صحيح،
هذا ما فيهش شيء نقاش. تم توقيفه في منتصف السنة الجامعية؟ لا ماشي تم توقيفه. نعم. هذا هو هنا الاختلاف. هو الإصلاح لم يؤطر بقانون صحيح، ما خرجش المرسوم المنظم للفاشلر، ولكن على مستوى المضامين تقريبا مشينا في نفس الاتجاه. علاش؟ لأنه الخيارات كانت واضحة. بحال مثلا تنتكلموا اليوم على مسالك مبتكرة وعلى إجازات للتميز، وكيمكننا نتحدثوا على التقييم ديالها. كنتكلموا على إدماج الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، كنتكلموا على منصة لتعلم اللغات، واللي اليوم على الأقل في حدود الأرقام التي اطلعت عليها هناك أرقام مشجعة لانخراط الطلبة في هذه المنصة لتعلم اللغات. هناك أيضا يعني تشجيع ودعم للبحث العلمي خاصة فيما يتعلق بطلبة الدكتوراه. هاد الملفات. وأخيرا شفت ترأس الكاتب العام ديال القطاع للقاء حول تكوين في مجال البيداغوجية الجامعية. إذن هاد الملفات الكبيرة اللي هي اللغات والرقمنة والبيداغوجية الجامعية والابتكار على مستوى البحث العلمي هي استمرارية، وإن كان ماشي بنفس الاسم، ماشي بنفس الاسم اللي هو البكالوريوس، ولكن في كل الأحوال هناك في تقديرين من التراكم في هذا الاتجاه، وما كاين شيء قطيعة. السؤال هو أننا تأخرنا شي شوية، تأخرنا من حيث الزمن. يعني تنقول لو أننا ما فتحناش، لو أن الوزارة ما فتحتش أو المشاورات جديدة والتي استغرقت وقتا طويلا من أجل بلورة المخطط الوطني للتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن تكون هذه المشاورات أتت بجديد، خاصة لما كنتكلموا على مرجعية النموذج التنموي، يمكن تكون بعض الأشياء اللي هي مستجدة. ولكن أعتقد على أنه مشينا في نفس الوتيرة ولكن بسرعة أقل، وبالتالي هناك إن شئنا أن نقول صعوبات كبيرة جدا، وتطور في الملف واحد الشكل فيه إكراهات حقيقية، رغم أننا كنتكلموا على التسريع، لأن حتى لفظة التسريع تعني على أن هناك إكراهات على مستوى التنزيل. هذه الحمولة ديال المفهوم ديال المصطلح راه كاين. بالإضافة إلى هذا طبعا احنا كنعرفوا على أنه الإصلاح البيداغوجي كيتم التنزيل ديالو على مستوى البنيات، بنيات الجامعية. الآن التعليم العالي يسير ببنيتين، بنية مؤسسات التعليم العالي العمومية وبنية مؤسسات التعليم العالي الشريك والخاص. هذا الشق الثاني كيعرفوا واحد النوع من الطفرة قوية جدا في إطار الشراكة ديال الدولة مع هذا القطاع. والتعليم العالي العمومي إلا بغيت نتكلم على الخريطة الجامعية الوطنية اللي كانت بلورت فيها واحد تقريبا 45 مؤسسة جامعية جديدة تم المصادقة عليها، تم رصد الاعتمادات المالية لها، كنتكلم على لجنة تنسيق التعليم العالي، بعضها خرج إلى حيز الوجود وتوقف. السيد الوزير يتكلم عن أو يتحدث عن الاشتغال على مخطط مديري للتعليم العالي منذ 2021. أنا كنت أنتظر من السيد رئيس الحكومة يقول لنا هذا المخطط المديري واش هل تم خروجه إلى حيز الوجود، وهل سيتم استئناف إحداث هذه المؤسسات أم سيتم التراجع عنها، لأن هذا الملف يشغل بال الرأي العام، وهذه من التقييمات المسكوت عنها على كل حال في تشخيص الوضعية القطاع. أستاذ في ناجي، إلا خدينا الإصلاح البيداغوجي في كلية الطب يعني واللي عرف واحد الارتباك وأدى إلى إضرابات، يعني في رأيكم يعني هل هناك خلل منهجي في تنزيل هذا الإصلاح أدى إلى هذا الوضع؟ وأعتقد أن هذا مشكل جزئي من مشكل كلي. مشكل كلي هو المقاربة المعتمدة في تنزيل الإصلاح البيداغوجي. الإصلاح البيداغوجي تم كما قالت الوزارة بعد مشاورات، ولكن هذه المشاورات هل وصلت إلى مداها داخل البنيات في مؤسسات التعليم العالي، بنيات الموجودة داخل مؤسسات العالم، خاصة الشعب داخل المؤسسات؟ هل كانت هناك مشاورات بالمعنى الكامل للكلمة لبلورة هذا الإصلاح الجديد، خاصة على مستوى المضامين
ضامين المدرسة اليوم في المؤسسات الجامعية، والتي خاصة على مستوى الجدع المشترك هي مضامين منزلة من طرف الوزارة دون استشارة يعني كاملة مع هذه البنيات. المسألة الثانية هو أن الخطأ الذي بين قوسين كان وراء توقيف البكالوريوس، وهو ما سمي بعدم اعتماد مرسوم مرتبط بالبكالوريوس قبل تنزيل هذا الإصلاح داخل المؤسسات الجامعية، يبدو لي أنه نفس الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة عندما نزلت هذا الإصلاح قبل صدور القرار ضوابط دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية كلية الطب، سواء كلية الطب أو حتى الإصلاح البيداغوجي عامة، يعني الذي بدأ هذه السنة فهو إصلاح بيداغوجي تم بناء على مسالك جديدة. هذه المسالك الجديدة تم اعتمادها بناء على دفتر للضوابط البيداغوجية لم يكن قد صدر بعد، يعني صدر بعد أن تم اعتماد هذه المسالك، لأنه صدر في فبراير 2024، وبالتالي كان الإصلاح قد تم تفعيله في الواقع في المؤسسات التعليمية. إذا رجعنا إلى الأزمة كلية الطب، فهذه الأزمة مرتبطة بمجموعة من القرارات التي اتخذتها الوزارة دون استشارة المعنيين بالأمر، وهذا أعتقد هو المشكل المنهجي الكبير الذي أدى إلى هذه الأزمة التي نعيشها منذ تقريبا 5 أشهر داخل كلية الطب، وخاصة القرار الذي يقضي بتقليص عدد سنوات التكوين في كلية الطب من 7 سنوات إلى 6 سنوات، وهذا القرار كان قد صدر في المرسوم المعني بالأمر في بداية السنة الماضية أو منتصف أعتقد السنة الماضية، ولكن تم ذلك دون أولا استشارة المعنية الأمر، وثانيا دون استشارة مؤسساتية، لأننا نعرف بأن أي إصلاح جديد حسب القانون الإطاري ينبغي أن يمر من خلال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لأن هذه المؤسسة هي مؤسسة لم تتم استشارة المجلس في هذه النقطة بالذات، وتمت استشارة المجلس في أمور أقل من ذلك بكثير، لأن المسألة المرتبطة بالقرار ضوابط البيداغوجية تم استشارة المجلس الأعلى فيه، ولكن في القضية المتعلقة بمرسوم، سواء تعلق الأمر بالمرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أو بالمرسوم المتعلق بالتغيير عدد السنوات في كلية الطب، لم تتم استشارة المجلس الأعلى، وكانت ستكون طبعا مناسبة لمناقشة الموضوع من طرف فعاليات مجتمعية، من طرف مؤسسات داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من طرف الطلبة، لأن هناك تمثيلية للطلبة في المجلس، وبالتالي ربما كنا قد سنتفادى هذا المأزق الذي نعيش فيه اليوم في كلية الطب. السؤال، هل هذه الحلول التي قدمتها وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بكلية الطب قادرة على حل الإشكال الموجود في المجال الطبي في المغرب، وهو إشكال كبير جدا يتعلق بنسبة التأطير الطبي في المغرب التي هي متدنية جدا مقارنة مع المتوسط الدولي الذي تحدده منظمة الصحة العالمية، والذي يصل إلى 25 طبيب بالنسبة ل 10,000 مواطن. اليوم نحن في 8 أطباء لكل 10,000، ولا ننسى بأن مسألة مضاعفة عدد الطلبة في كلية الطب كانت ضمن استراتيجيات رئيس الحكومة أو آنذاك الوزير الأول جطو سنة 2007، وكان الهدف هو أن نصل إلى 3,300 طبيب بحلول 2020، مع الأسف لم نصل إلى هذا المستوى، واليوم نتحدث عن مضاعفة عدد الطلبة في كلية الطب، ولكن هذا يقتضي أن تكون هناك استراتيجية
بعيدة المدى، وهذه استراتيجية ينبغي أن نوفر لها جميع الموارد والإمكانات لكي نطبقها. ويجب طبعا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن المغرب يوجد في مشهد دولي تنافسي، وأن الطلبة الذين يتخرجون من كلية الطب لهم فرص للالتحاق بالخارج. ونعرف بأنه اليوم تقريبا 600 إلى 700 متخرج من كلية الطب يلتحقون بالخارج، ولا أعتقد أنه بتضييق الخناق على الطلبة يمكن أن نحل هذا المشكل. المشكل ينبغي حله بالحوار وبالتشاور مع المعني بالأمر، وبطبعا توفير الإمكانات الضرورية لممارسة مهنة الطب بالشكل المطلوب في المغرب. أستاذ صمدي، هذا الإصلاح البيداغوجي ما يعني هل تم تأطيره يعني في سياق يعني القانون يعني ديال التعليم العالي؟ نعرف أنه لم يصدر يعني قانون التعليم العالي يعني 010 إصلاح هذا القانون اللي هو غادي يأطر هذا الإصلاح البيداغوجي. يعني كيف يمكن أن نفسر يعني صدور إصلاح بيداغوجي دون صدور قانون الذي يؤطره؟ احنا كنتكلموا دائما على المنهجيه. الاشكال يكمن هنا، لو اننا التزمنا بمقتضيات القانون الاطار 51/17، قانون الاطار كيتكلم على 6 ديال القوانين على ما اذكر او 8 ديال القوانين، كيتكلم على واحد العدد كبير ديال المراسيم المرتبطه بهاد القوانين، بمعنى اننا نتحدث عن مخطط تشريعي. هذا المخطط التشريعي كان المفروض ان ينتهي في غضون 3 سنوات من صدور القانون الإطار 2019-2022، نهاية 2022 المفروض أن الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون تكون انتهت. ودائما في تقييم المنظومات التربوية أو في تنزيل الإصلاحات التربوية يظل الجانب القانوني والتشريعي المؤطر هو الأساس. إذا لم تكن هناك تشريعات وقوانين، شيء طبيعي على أنه لا يمكننا أن نقيس تقدم تنفيذ الإصلاح. ومنها ومن هنا طبعا نتحدث عن القانون 010 المنظم للتعليم العالي. متى نقول 0 يعني أن هذا القانون يعود إلى سنة 2000. هذا القانون عنده ربع قرن. اليوم الجامعة في 2000 مع السي الزروالي الله يذكره بخير راه ما يشاي الجامعة. اليوم حدثت تطورات كبيرة وكبيرة جدا. إذا كان من المفروض، وطبعا المشروع مش نقول لك بالضبط فين كان، مشروع فتح من عهد استاذ السيد الدودي وزير الاسبق، ثم بعد ذلك اشتغلنا عليه في بنفس الوتيره، تم احالته الى المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي، اعطى المجلس رايه في القانون الاطار 010. اذا كان على الابواب، ماشي غادي نبداو من الصفر. يعني كان المفروض اننا ندخلوا الملاحظات ديال المجلس على التربيه والتكوين والبحث العلمي في غضون 3-4 أشهر، قانون جاهز يمر في المجلس ديال الحكومه ونبنيو عليه ان ذاك الاصلاح البيداغوجي النظام الاساسي الاخري، لان كلها تستند الى اين في اي مرحله وصل هذا القانون لا ندري لحد الساعه. لا يتم الحديث بصفه نهائيه عن القانون 010. خرجنا نظام اساسي جديد لأساتذة الباحثين، فيه تحفيزات مالية كانت مطلبا للنقابات المعنية وللأساتذة، تم يعني إقرارها في ظل الحكومة الحالية. ولكن الوظائف، السي النجي تكلم على دلائل المرجعية للوظائف والكفايات. هل وظائف، لأن النظام الأساسي شنو هو؟ تعاقد بين الدولة والأستاذ. بناء على ايش؟ بناء على وظائف معينة. الوظائف حدث فيها تحول كبير جدا على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي. الكفايات التي ينبغي أن تتوفر في أستاذ التعليم العالي أيضا تغيرت بشكل كبير جدا. إذا كأننا أنجزنا نظاما أساسيا بناء على قانون قديم، بحيث أنه يمكن الآن في غياب مراجعة القانون أو تجميده إن شئت أن أقول، يمكن في النظام الأساسي وضع أي شيء. بالتالي يعني التحولات التي طرأت والمعيار ديال المناقشة دابا بين الأستاذ وما بين القطاع الحكومي الوصي هو القانون 010.
وليس المهام الجديدة، لأنه المرسوم يستند إلى قانون. إذا بغيت نربط هذا الشيء بالإشكالية لكلية الطب اللي تكلمت عليها، بعض الإضافات البسيطة، يعني عالميا هناك اتجاه إلى تقليص المدة ديال التكوين فيما يتعلق بالطب تحت ضغطين. الضغط الأول هو الحاجة إلى الأطر الطبية، والضغط الثاني هو التحول الذي حصل على مستوى المنهجية ديال التكوين، لأنه لما دخلت الرقمنة ولا واحد العدد ديال الوحدات يمكن لهم يدرسوا عن بعد. إذا شيء طبيعي أنه نمشيه في اتجاه تقليص، وهذا هو بالضبط اللي حكم المنظور ديال الباشلر، من انتقال من 3 سنوات إلى 4 سنوات. من الأشياء اللي كان خص فيها التدقيق اللي طلبها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قال هذه القضية خص فيها ديال التدقيق. إذا مادام أنه مجموعة من الوحدات تم يمكن التدريس ديالها الآن عن بعد، شيء طبيعي أن واحد مجموعة من التجارب الدولية مشات في اتجاه التقليص. ولكن لما نجينا العملية ديال التنزيل، عملية التنزيل ما الذي تقتضيه حينما يحل نظام محل نظام؟ هو أن النظام كيكون واحد نوع من شوفوشمون كيسميوه التداخل، التداخل ديال الأنظمة، بحيث أنه النظام القديم يوضع في طور الانقراض، والنظام الجديد في طور المأسسة والتنزيل، وكيبدأ عادة في السنة الأولى. يعني لو أن هذا النظام هذا بدأ مثلا نقوله خلال السنة، بديناه مع الطلبة ديال السنة الأولى ونحن بصدد بلورة مضامين الإصلاح بناء على هذا الرؤية، والطلبة اللي هما في السنة يعني السنة الأخيرة وما قبلها غيبقوا خاضعين لنفس النظام السابق، باش يكون واحد العملية ديال التنزيل معقلا إن شئت أن أقول. لكن حينما قمنا بعملية بتر الإصلاح السابق بإصلاح جديد ويسري على الجميع، حدث واحد النوع من الارتباك، لا بالنسبة للطلبة اللي كيقراو دابا في السنة السادسة مثلا أو في السنة الأخيرة، خاصة على مستوى التدريب الميدانية واستكمالها. أنت واحد الطالب مثلا كان مازال عنده عام بالنظر إلى وتيرة التكوين اللي كان كيشتغل عليها، بعد تفاجأ لأنه هادشي غادي صافي سيتم تقليصه في السنة السادسة، وغادي يولي مجبر باش يقدم الأطروحة ديالو للأعمال العلمية التي يحصل بموجبها على درجة الدكتوراه في الطب. إذا كاين هناك هدف يمكن نقول كاين، يعني كان ممكن انه الإصلاح يبدا يتطبق على الناس يدخلوا في سنة أولى، هذا هو، والناس يدخلوا في نظام قديم حتى ينتهي المنظور. نعم المنظور مشى مع ما هو مطلوب عالميا، اللي هو القضية ديال التقليص بحال اللي شرحت لك، ولكن ما خداش بعين الاعتبار مسألة ديال التنزيل اللي كيكون بالضرورة عملية متدرجة. كان من الممكن أن يكون هذا الإصلاح مثلا بدأ هذا العام سينتهي في أفق 2030، نعم. سيحل النظام القديم أو النظام الجديد محل النظام القديم، وهذه التجارب التي تم العمل بها طبعا على الصعيد الدولي في كل الإصلاحات. أستاذ نجي، طبعا إمكانك يعني التفاعل مع أستاذ خالد الصمادي، غير بغيت نتير معك موضوع لا يقل أهمية وهو يتعلق بالبحث العلمي، واللي يمكن ما تمش الإشارة ليه يعني بشكل يعني كافي في الحصيلة ديال رئيس الحكومة. يعني بالنسبة للبحث العلمي، ما هي الاستحقاقات التي كانت يعني مدرجة يعني في البرنامج الحكومي أو في الإصلاحات التي طرحت ولم يتم تحقيقها؟ ويمكن لك تشخصنا الوضعية ديال البحث العلمي في ظل هذه التجربة ديال الحكومة المستوى قطاع التعليم العالي. قبل ذلك أريد العودة إلى الإصلاح البيداغوجي. عارفك غترجع. الإصلاح البيداغوجي ثم نتحدث عن إصلاح البحث العلمي بعد ذلك. الإصلاح البيداغوجي بني على فرضية أعتقد أنها خاطئة، سواء تعلق الأمر بالبكالوريوس أو بالإصلاح الحالي. الفرضية هو أن طالب تنقصه الكفايات مستعرضة أو الكفايات ما يسمى بالمهارات الحياتية واللغات، وأنه ينبغي أن نركز على هذه المهارات المكملة للمهارات المعرفية. وعندما
اعتمدنا هذه الفرضية، هذا أثر على الوعاء الزمني الذي يقضيه الطالب في الجامعة، بحيث تم تقليص الوحدات المعرفية وتعويض بعض الوحدات المعرفية بالوحدات الجديدة، إما في اللغات أو في المهارات الحياتية، بحجة أن الطالب عندما يتخرج لكي تكون له حظوظ لولوج سوق الشغل ينبغي أن تكون لديه هذه المهارات الموازية أو المكملة للمهارات التخصصية. نعتقد أن هذه فرضية خاطئة، لأنه لا يمكن للطالب المتخرج أن يجد موطئ قدم في سوق الشغل إلا إذا كان أولاً متخصص جيد، أنه يكون ملم بمعارفه التخصصية والكفاية التخصصية قبل الإلمام بالكفايات الأخرى التي تكون مساعدة له لكي يجد منصب شغل أفضل. اليوم عندما نقلص من الوحدات المعرفية، أنا أخشى أن يكون خريج الإجازة بعد 3 سنوات أقل مستوى من خريج الإجازة في النظام القديم. إذا أضفنا إلى ذلك أن الحاصل على البكالوريا اليوم مستواه أقل من ما مضى، خاصة مع انعكاسات كوفيد 19 وانعكاسات توقفات هذه السنة 4 أشهر، أظن أنه سيكون لدينا مشكل على مستوى التخصص بالنسبة لخريجي الجامعة ابتداء من الإجازة، وهذا طبعا سيؤثر على جودة التكوين في الماستر ثم بعد ذلك في الدكتوراه. إذن هذا الجانب. الجانب الثاني المتعلق بكلية الطب والزيادة في أو نقص من عدد السنوات التكوين في كلية الطب، أنا لا أعتقد أن هذا النقص سيكون له أثر على عدد الطلبة الخريجين من هذه الكليات، سيكون فقط في السنة الأولى للتطبيق، بعد ذلك العدد الذي يتخرج كل سنة سيظل هو نفسه. والاستفادة فقط في 20% الإضافية اللي زادوا في عدد، لا هذيك بغض النظر عن عدد سنوات التكوين، ولكن القول بأن عدد سنوات التكوين عندما نقلصها سنستفيد من عدد الخريجين، استفادة مرة واحدة سيكون مرة واحدة، بعد ذلك سيظل نفس الخريجين وسنظل في نفس الإشكال.